يا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. اليوم احنا في حلقه مميزه، احنا حنظهر فيها وحنوضح اثار الدمار الصهيوني اللي كان على قطاع غزه اخوان الافاضل، يعني حنستعرض بعض الشتات وبعض المقاطع اللي فيها اثار الدمار اللي خلفه الاحتلال الصهيوني في قطاع غزه، ومنها طبعا بعض الاماكن اخوان الافاضل اللي بتخدم الجمهور واللي بتقدم خدماتها يعني للناس البسطاء والفقيره، من ضمنها وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره العمل، وانتم حتشوفوا هذه المقاطع اخوان الافاضل وحتشوفوا يعني كيف اثار الالعاب واثار الاطفال واثار يعني الملابس اللي بقيت من وراء الركام في هذه البيوت المدمره. خلينا نشوف هذه المقاطع. طبعا لا تنسى الاشتراك ولا تنسى الاعجاب لا يصل هذا الفيديو، ننشر ونوصل صوتنا للعالم اخواني الافاضل. طبعا هذا المكان اخواني الافاضل هو وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، زي ما انتم ملاحظين هذا المبنى تم تدميره ايضا من قبل قوات الاحتلال. المبنى يعني طبعا يحتاج الى تأهيل ولإعادة اعمار. هذا هو طبعا هذا يا جماعة وزارة التنمية الاجتماعية، طبعا هي تدير شؤون العائلات والأسر الفقيرة في قطاع غزة وتشرف عليها، يعني لا أعلم لماذا تم قصفه بصراحة كما تلاحظون. ها هو الدمار كما ترون حضراتكم، يعني مباني خاصة بإدارة العائلات والأسر الفقيرة تدمر بشكل كامل. طبعا المبنى هذا تابع لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل أيضا، المبنى مدمر بشكل كامل كما تلاحظون. طبعا هذه إخواني الأفاضل عمارة الفاروق، هي عمارة سكنية كما أنتم تلاحظون، يعني إحدى آثار الدمار الإسرائيلي يعني لهذه العمارة واضح كما ترون. طبعا كما ترون ها هو برج الجوهرة، طبعا هذا تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يعني طبعا زي ما انتم ملاحظين آثار مدمرة على هذا البرج، سوف نستوضحه من القريب هذا البرج. طبعا نقوم بتصوير برج الجوهرة من مكان قريب اخواني الافاضل، يعني لتروا حجم الدمار لهذا البرج. هو برج حيوي وكثير من المكاتب والمؤسسات طبعا في هذا البرج، يعني هناك شقق سكنية، مكاتب الإيجار، وكالات، مؤسسات صحفية، يعني تقطن هذا البرج. طبعا احنا عن قرب يعني نحب نقرب على هذا البرج. طبعا كما تلاحظون الأعمدة والأساسات يعني متكسرة متحطمة، هذا هو حجم الدمار كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، يعني لقطات من أثار الدمار للقصف الصهيوني في قطاع غزة لبرج الجوهرة. طبعا اعزائي المشاهدين هذه الصورة تم التقاطها لصاحب البرج احمد الزعيم، وها هو يقول رغم القصف والدمار لن تكسروا ابتسامتنا ولا ارادتنا، نحن باقون وصامدون. طبعا هو واولاده وهو مبتسم كما تلاحظون، يعني ارادة قوية وعزيمة ما شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين هذه احدى المباني التي تم قصفها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، هذه مكتبة سمير ومنصور، يعني كما تلاحظون يعني هم كاتبين الكتب مصدر المعرفة وتشمل الهوية ولن يستطيعوا طمسها رغم عدوانها، طبعا سنحييها. طبعا مكتبة سمير ومنصور تم قصفها من قبل قوات الاحتلال في العدوان الأخير، يعني نسأل الله أن يعوض عليهم بإذن الله تعالى هذا الدمار وأن يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتهم بإذن الله تعالى.
طبعا استكمالا لتصوير اثار الدمار اخواني الافاضل في قطاع غزة، ها هو بيت عزاء شهداء القولق. طبعا هذا الدمار كما ترون، ساحة من الدمار والخراب والاراضي المتحطمة، وهي اثار الدمار بشكل واضح. طبعا هذه شارع الوحدة او ما تسمى مجزرة شارع الوحدة اخواني الافاضل. كما تلاحظون اثار الدمار، كما تلاحظون شهداء عائلة القولق اخواني الافاضل، 22 شهيد من اطفال وشبان وشباب. كما ترون اعزائي المشاهدين، يعني مجزرة الوحدة 22 شهيد راح ضحيتها، يعني منوعين من اطفال وشبان واطفال وسيدات وما الى ذلك. رحم الله الشهداء وغفر لهم، امين يا رب العالمين، وجعل مثواهم الجنة. طبعا اخواني الافاضل، هذه عمارة ابو العوف، كما تلاحظون اثار الدمار. شقة الشهيد حازم رحمه الله، الله يرحمه. كما تلاحظون اثار الدمار، يعني اثار فراش النوم هنا طبعا، والملابس والاغطية والعاب الاطفال اخواني الافاضل. كما تلاحظون العاب الاطفال للاسف. طبعا شهداء مجزرة اشكنتنا يا اخوان الافاضل، كما تلاحظون عمارة ابو العوف، وهو الطبيب ايمن ابو العوف، هو يعني استشاري في الباطنة في مجمع الشفاء الطبي، يتم استهدافه في عمارة ابو العوف ايضا. طبعا مجازر يعني اودت بعشرات الشهداء للاسف. طبعا نترككم مع الفيديو والصورة المعبرة. طبعا اخواني الافاضل، ترون اثار الملابس، اثار الملابس التي كانت للاطفال وللشهداء ولساكني هذا المنزل. للأسف رحمة الله عليهم ورحمة الله على الشهداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمة الله عليهم جميعا وجعل مثواهم الجنة. حسبنا الله ونعم الوكيل.